السلام عليكم، باموس خالد، رئيس تعاونية مناحي الشيضمة، كاتب عام اتحاد الوحدة ومسير داخل الاتحاد. كنتواجدوا الآن في واحد المقر ديال اتحاد الوحدة. الاتحاد اللي كيضم واحد 17 تعاونية، منها التعاونيات للمهنيين لإقدام كبار، ومنها التعاونيات للشبابيين دوزوا التكوين وكونوا تعاونيات في تربية النحل وانخرطوا في اتحاد الوحدة. جاء هذا المقر انطلاقا من المجهودات ديالنا كتعاونيات او كاتحاد، كمكتب مسير لاتحاد الوحده. استفدنا من هذا المقر من خلال واحد عقده استغلال عن طريق المديريه الاقليميه للفلاحه. هذا اللي كنتواجدوا فيه الان. كنبيعوا فيه المنتوجات ديال التعاونيات كاملين في الاقليم. كاين تعاونيات من تعيسي، من يداود، من تمانار، من إيداوغورد، من قرمود، من بيركوات، من الكريمات، إيت سعيد، كذلك الحنشان اللي كانت تواجدوا فيها حاليا. عندنا مجموعة ديال الأنواع ديال العسل، تقريبا شي 8 الأنواع اللي متوفرة حاليا. كاين العسل ديال كاليتوس، العسل ديال دغموس، العسل ديال النقوير، هاد النقوير اللي مشهورة به منطقة الشياضمة. كاين العسل كذلك ديال الليمون، كاين العسل ديال الزعيطرة، كاين كذلك العسل ديال الارغان اللي نادرا ما كيكون حتى هو، كاين كذلك عسل ديال البسباس. المهم كنطفر على مجموعه ديال الانواع ديال العسل. حدود الساعه حنا راه كنمروا واحد الظروف شويه اللي هي صعبه. النوع الغالي نحنا النوع الغالي هو العسل ديال الزعيطره، وكاين العسل ديال الدغموس، وكيوصل حتى 250 230 ما بين الكيلو، 230 250 درهم الكيلو. كاين كذلك العسل ديال الارغان، كاين العسل ديال النقوير. الارغان خاصي يعني بكم العسل الارغان كاين، هو ما كيجيش ديما، الا كان العام مزيان كيكون العسل الارغان. العام اللي فات كان العسل الارغان، ما كانش العسل الشوك، لان الشتاء ما كانش في ديك البيريود ديال الشوك، ما ناضش الشوك. المهم العسل ديال الارغان هو اللي كان، بالاضافه للعسل الاخرين ديال الكاليبتوس. العسل ديال الارغان حتى هو 250 200 200 250 درهم تقريبا، على حساب الكونتيتي اللي كتكون متوفره كتلعب على داك الثمن. هذا هو اغلى انواع العسل عندنا. الرخيص كاين ديال الليمون، كاين ديال الربيع والثاني، كاين ديال الليمون وكاين ديال الزهور، كاين من 100 درهم ل 120 تقريبا. الفرق اللي كاين في هذه الاثمنه هو بخصوص عاوتاني بالنسبه للعسل الليمون او العسل الربيع، تيكون فيه النحل مزدهر، النحل كاين موجود بكثره النحل. وكاين الفرصه فين تتعوض النحل اللي ضاع لك في ديك البيريود ديال الليمون ولا ديال الربيع. اما بالنسبه للعسل ديال الشوك ولا بالنسبه للعسل ديال الدغموس، ما كيكونش داك التوالد الطبيعي ديال النحل، تكون النحل ما تيتوالدش، فاذا به كيخلي لك شويه النحل، تخلي النحل في ديك الغله ديال الزعيطره ولا الغله ديال الدغموس مثلا، تيضيع لك فيه شويه النحل. داكشي كتساوي كدير واحد ليكيليبر، واحد التوازن في الراس مال ديالك انت، وفي داكشي اللي عندك، باش تعوض شويه بشويه. باش تفرق ما بين عسل وعسل، كاين بزاف ديال الحويجات، من بينها اللون كذلك المذاق تقريبا على اللون والمذاق، هو اللي كاين، هو اللي كيخلوها ديفيرون بين العسل مع خوه. المنافع تقريبا كاين، هو فيه منافع للناس كما قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم. هو كاين منافع اللي مزيانه، بحال دابا النقوير، نحن العسل النقوير شي ضمه كانوا كيداو
النقير هو الشوك، واحد الشوكه كتنوض مورا الحصاد، مور فاش تيحصدوا الناس كتنوض واحد الشوكه تدير. كيقول لها بزاف ديال السمعات عندها في المغرب، كاين الزريقه كيقول لها العصفور كيقول لها، ولكن يعني احنا في المنطقه سميتها النقير، هذا اسم فرد نفسه. كانوا كما قلت لك كانوا بكري كيداو به والدينا وجدودنا، كيداو به الحلاقه، كيداو به الصهد، كيداو به بزاف ديال الحويجات. والتجارب اللي كنديروا حنا فعلا كيداوي السخانه ديال الدري صغار على حسب السنان وداك الشيء، تدير واحد المعلقه بحال هكا تيشربها تتحيد ديك السخونه ديال السنان ولا ديال الودنين ولا ديال الصهد وداك الشيء. وتا الناس كبار نقدر نقول لك ايه، لان هو العسل كيفاش تستعمله هو شافي، طريقه الاستعمال اللي خصك تضبطها. اما هو العسل كله فيه الدواء، فيه الشفاء، طريقه الاستعمال خصك تضبط طريقه الاستعمال، راه مذكوره ومفروضه. حبوب اللقاح بالنسبه لحبوب اللقاح هي واحد، هي حبوب طلع كيجيبها النحل من 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 براعم الازهار ياك. لافونتاج ديال حبوب اللقاح هو فعلا كنجوا احنا بطريقه تقريبا مزيانه، ولكن على حسب كتجي على حسب الراعي وعلى حسب المناخ على حسب الطبيعه كيفاش غتكون عاوتاني، ما كتجيش ديما، مره فيه كيكون عندك الانتاج ديال حبوب اللقاح. كما قلتي بخصوص القيمه الشفائيه ديالها، هي كتعدد من طبيعه الحال كلها كيفاش كيسوق المنافع ديالها، ولكن هي متعدده مزيانه، فيها المنافع الفقر الدم، فيها منافع الفتح الشهيه بالنسبه للدراري الصغار، بالنسبه للعائلات اللي حاملين حتى هما، فيها منافع الجهاز الهضمي كامل تقريبا. وكاين كاين كاين شويه ديال كاين شويه ديال النقص فيها مقارنه مع الجفاف وداك الشيء، ما كتكونش ديما بزاف. كاين المشكل، ماشي مشكل بالضبط، ولكن كاين ديفيرون في الكاليتي ديالها، خصوصا كاين شي كاين انواع كيجيو من على برا سبليون ومن سميتو، كاين الناس اللي كينتجو هنا في المغرب، كيسوقو هنا في المغرب كانتاج محلي، كمنتوج محلي. حنا التجربه درناها مؤخرا العام الاول نجحت لينا، سوقنا منها شي شويه، ما بقاش بزاف بحكم ان كاين طلب، في الحقيقه كاين طلب، وتا الظروف اللي دازت ديال كورونا وديال شي تعطاو الناس بزاف لهاد لي برودوي ديال النحل، مع العسل، مع البروبوليس، مع حبوب اللقاح، تعطاو ليه الناس بزاف. هذا هو لافونتاج في التثمين ديال هذا المنتوج، هذا هو لافونتاج ديال التدخل ديال الدوله في التثمين ديال هذا المنتوج هذا. لان كما قلنا كانوا كيتباع العسل عشوائي، اول حاجه كان كيتستخلص بطريقه عشوائيه، هندي كانوا الناس يمشوا يعجنوا بيديهم ويعصروا بيديهم وداك الشيء، ماشي تلتم. جات الفكره ديال هذا الشيء ديال تاطير المهنيين داخل التعاونيات، دوزوا دي فورماسيون في هذا التثمين ديال المنتوج، وكذلك الطريقه باش كيتخدم العسل طريقه نقيه، ما بقاش داك العشوائيه، الاكستراكتور دوكا كلشي بالماكينه، كلشي نقي، الماتيريال كلشي اينوكس نقي، البرودوي كما كتشوفوا راه محطوط في الجاج نقي، ما بقاش داك قراعي الدجاج واش ديال المناضه ولا ديال زيت السيور ولا ديال شي برودوي اخر مثلا، ما بقاش داك الشيء، بحكم ان التلعسل راه عنده واحد الحساسيه ضد الروائح وضد شحال ديال الحويجات. ما يمكنش دير شي دير برودوي في قرعه الدجاج ديال المناضه وراه غادي يكون مزيان، ما يمكنش، لانه هو دائما العسل هو كثير كما كنقولوا بهذه اللغه هذه كيشم داك، فهمتي، دائما كيتعرض لتر العسل كيوزن كيلو 450 غرام، ما بين كيلو 400 وكيلو 450 حتى كيلو ونص لتر. وكاين دابا كاين حوايج، دابا حنا كمهنيين اكتشفنا شي حوايج في وسط الدومين اللي يضروا في الحقيقه، يضروا بالدومين. كتسمع العسل 600 درهم 700 درهم، فهمتيني، هذا في حد ذاته كيضر بالدومين. واخا هو زعما العسل شي حاجه ماشي سهل يستخلصها الانسان، او لا تربيه نحل ماشي بداك السهوله اللي ممكن تكون بشي طريقه كدومين اخر مثلا كقطاع اخر. العسل فيه تماره، تربيه نحل فيها تماره، فيها الشقه، فيها المصاريف تبارك الله،
فيها بزاف الحويجات، ولكن ماشي حتى لديك الدرجه اننا نديروا العسل واحد الثمن خيالي. وحنا طامعين في حنا طامعين في المغاربه كيسوقوا لنا المغاربه، وراه كتعرف القدره الشرائيه للمواطن المغربي كي دايره، فهمتي؟ حنا ما تماما هو التسويق لهذه المعلومه هذه هو اللي خلانا حنا كمهنيين كنضرروا بطريقه غير مباشره. انك يقول لك لا العسل الحر كاين عارف شي بلاصه، ولا هو اللي كيدير، ولا هو اللي كذا، ولا العسل الحر كاين فوالا. العسل الحر كاين في التعاونيات اللي مراقبين الجوده تاعتهم، مراقبين الطريقه باش كيتستخلص العسل، عندهم السلامه الصحيه ديالهم، عندهم جميع الضوابط المعمول بها قانونا كيتوفر على التعاونيات اللي عندهم العسل. وهذا الى كيدل على ان القطاع غادي وكيتنظم بشكل جيد. فوالا تماما، هي الفرق بين انك تشري في بلاصه غير معروفه او طريق او السوق كاين احتمال انه يتنصب عليك، او لا تغش. وكما قلت هذا الشيء اللي كيخلينا حنا متضررين، ان كاع كيحسب لك هو القطاع كامل هكاك داير. اللي بيشري يشري كما قلنا من منطقه اللي هي معروفه، من اوكال الموقع اللي هو معروف وديال مساهمه فيه الدوله ومساهمين فيه الناس المتعاونين، وكما قلنا مستقر. احنا كاين كان درنا واحد الموقع ولكن ما مشاش مزيان، وحنا بصدد اننا نعاود ندير واحد الموقع جديد ان شاء الله، ونخدموا على الطريقه ديال التوصيل بار انترنيت. ديجا كنا خدمنا بها، كنا كنجيبوا كليان دابا من مكناس، كنا كنمشيو لمكناس المعرض الدولي ديال مكناس وداك الشيء، كيبقاو الكليان تاعي تيعيط لك تيقول لك صيفط لي هذه تنصيفطوا ليهم تقريبا بشكل. الجامعه ما عندها حتى تدخل في هذه المسائل، الا كتوفر لك بطبيعه الحال الحويجات اللي هما محتاجهم انت كرخص ديال شي حاجه، الا بغيت ترخص شي تحيط او شي حاجه بحال هكا وصافي. لا المساعدات ما كاين حتى شي جامعه كتساعد غير هو قال المجالس المنتخبه ما عندناش بهم حنا علاقه مباشره. مازال تقدر تكون عندك علاقه مثلا بغرفه الفلاحيه او شي حاجه بحال هكا. بالنسبه للاتحاد الوحده كيشارك في واحد المباراه وطنيه ديال جوده العسل، كنحصلوا فيها بطبيعه الحال من بعد الاختيار اللجنه اللي مكلفه بداك المباراه، كنحصلوا فيها على ميداليات بحال هذا النوع. هذا كاين ميداليات ذهبيه، كاين ميداليات برونزيه، كاين ميداليات فضيه، بالاضافه لواحد واحد رساله، واحد بطاقه تشجيعيه باش نستمروا في الخدمه ديالنا باش نحصلوا على جوده احسن. وهذا الشيء كتقوم به وكاله التنميه الفلاحيه، كنشاركوا فيه حنا بشكل سنوي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.